بسم الله الرحمن الرحيم. للبيع شقة في منطقة يالنجك، شقة داخل مجمع سكني نصف كامل. طبعا زي ما انتم شايفين احنا الان في الدور السابع. طبعا كل دور فيها شقتين والعمارة فيها مصعد. شقة ثلاثة غرف وصالة، مساحتها 165 متر مربع. هذا مدخل الشقة. طبعا التشطيب فيه سوبر ديلوكس. اول ما ندخل هذه الساحة الكبيرة، هذا مدخل الشقة. هذا المدخل الرئيسي للشقة. طبعا عندنا هنا الانترفون بالكاميرا. عندنا ديكورات السقف زي ما انتم شايفين ليد. على يسارنا مباشرة عندنا الصالة. طبعا مساحة الشقة 165 متر مربع، 3 غرف صالة. نشوف الصالون مع بعض. ايضا فيها ديكور السقف. عندنا تمديدات المكيف جاهزة وواصفة. الارضيات باركيه. زي ما انتم شايفين اطلالة كاملة على البحر، اطلالة بانورامية صراحة. نجمع الفلل امامنا. اطلالة ايضا على المدينة نفسها. هذا الصالة. نطلع نشوف البلكونة مع بعض. هذه البلكونة الأمامية، مساحة كبيرة وشرحة ما شاء الله. زي ما انتم شايفين تكشف على المدينة وعلى البحر. عندنا هنا الألعاب. طبعا مجمع فيها مواقف سيارات مغلقة. هذه ألعاب الأطفال في ملعب. أيضا عندنا جلسات عائلية. هذه الإطلالة من البلكونة. إطلالة كاملة بانورامية على البحر والطبيعة. زي ما انتم شايفين عندنا هنا الكاميليا اللي هي الجلسات العائلية. ونجمع مخدوم بالكامل. نشوف عندنا هنا المطبخ. عندنا هنا الممر مع أرضيات باركيه. عندنا هنا الحمام الأول. عايد أكرمكم الله. الحمام العربي. هذه الغرفة الأولى. وعندنا هنا الغرفة الثانية. عندنا هنا دورة المياه الرئيسية. عندنا هنا غرفة النوم الرئيسية. طبعا الشقة على 3 واجهات. هذه دورة المياه. عندنا الدريسنج روم. هذه ميزة أيضا. عندنا الدريسنج روم، منطقة فاضية. هذه الدريسنج روم. عندنا تمديدات المكيف. أيضا ديكور السقف. هذه البلكونة الخلفية، مساحة طيبة وشرحة، لها اطلالة جميلة على الطبيعة زي ما انتم شايفين، ولها اطلالة جانبية على البحر والمدينة. طبعا منطقة يالنجك قريبة من مطار طرابزون.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.